داهية. هارون ارفق جتتك. تسلمي يا روح. يلا غور بقى في داهية. يعني رحمة، أنا اللي عملت القهوة دي. تسلم إيدك يا فرفورة، أكيد أحلى من اللي أنا بعملها. طول عمرك نفسك حلو في كل حاجة. طب دوقي كده. وريني. ثواني ما تكون جاهزة. أنت كنت واقفة بتتكلمي مع مين؟ علاء مش كده؟ عمر مش وقت الكلام في الموضوع ده. أنا عندي حفلة مهمة قوي النهاردة ومش فاضيالك. ان شاء الله هتعدي وتبقى احلى مما انت عايزه كمان. بس زي ما قلت لك، كان لازمتها ايه الحفله؟ ما انت عارفه ان كل اللي جايين بوشين. انا بقالي 3 سنين ما وقفتش قدام كاميرا ولا قريت سيناريو واحد، عشان كده بقى كان لازم اعمل حفله، وحفله كبيره كمان، وازم فيها بقى كل اللي بوشين اللي انت بتقولي عليهم دول، عشان يعرفوا ان الوش ده ممكن يبقى بألف وش قدام الكاميرا. فهمتي؟ وهو حد بيفهمك قدي؟ تصدقي ان انا بقلق قوي لما تقولي لي كده. بفهم ان انت مش فاهمه اي حاجه. على العموم في ناس مهمين جدا جايه النهارده. اوعي تغلطي غلطه واحده بعمرك. ان شاء الله مفيش اي غلط. ولازمتها ايه بقى الدعاوي؟ ما انت مكلمهم كلهم في التليفون. وبعدين بقى يا ربي بقول لك ايه، خليكي في حالك وروحي اعملي لي فنجان قهوه، دماغي هتنفجر. وسيب الدعاوي دي، انا هبعت عادل يوزعها. ماشي. القهوه بسرعه. انت عايز ايه؟ شوف، اقسم بالله يا سمير ان انا ما كنتش بهزر لما قلت لك اني ممكن اقتلك لو كلمتني تاني. وانت عارفني بقى من زمان مجنونه واعملها. فاقفل بقى دلوقتي وما تتصلش هنا تاني، ولو شفتني صدفه حتى ما تكلمنيش. فاهم؟ يسرا ازيك؟ هاي، ازيك يا رائد؟ واقفه كده ليه؟ ابدا، مستنيه السواق، بس عماله اكلمه تليفونه مقفول. طب ما تيجي اوصلك، انا معايا عربيه. ياه، هتوصلني اكتوبر وبعد كده ترجع مصر الجديده؟ ده انت فاضي بقى. يا ستي مفيش مشكله، العربيه موجوده اهي. اوكي تعال. كويس يا سمير؟ سوري، انت كويس؟ كويس كويس. طب انا عايزك تعمل حسابك ان انا هجيب لك الواد قريب اللي بيعرف يطبخ ده، هجيبه لك بكره. انا عايزك تظبطه معاك في اي شغل ان شاء الله، حتى يساعدك في غسيل الاطباق. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي. لسه بتكلم السواق برضو؟ لا، ده مش السواق، ده محمود. بس انا كنا بنتخانق طول الليل ودلوقتي بنكمل خناقه على الواتساب. محمود مين؟ خطيبي. خطيبك؟ صباح الخير. صباح النور. مش ده بيت الانسه يسرا ماجد؟ خير.
حصل لها حاجة؟ لا 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 حضرتك ما تقلقيش، أنا عبد الله زميلها في الكورس، ويعني كان بقالي فترة يعني ما رحتش الكورس وكده، فكنت حابب أسألها على شوية حاجات، بس للأسف هي ما تردش على التليفون. هي مش ساكنة هنا؟ إن شاء الله لما تيجي هبقى أخليها تكلمك. شرفت. هشوفك تاني امتى؟ حلو عربيتك على فكرة. يا انت لسه فاكرة تقولي كده بعد ما وصلنا؟ مأجرها بكام بقى؟ نعم مأجرها؟ على فكرة انا مش مخطوبة ومفيش حد اصلا اعرفه اسمه محمود، والمسجز اللي انا كنت ببعتها طول الطريق دي كانت لواحدة صاحبتي على البي بي ام. عايزة اقولك نصيحة بقى من واحدة اخر مرة هتشوفها النهاردة، الطرق الرخيصة دي بلاش تعملها مع اي بنت، عشان انا اخر مره سمعتك كنت بتكلم مامتك في التليفون بتتحايل عليها تقبضك الجمعيه الاول. يعني من الاخر كده، لا العربيه اللي فاتت دي بتاعتك ولا العربيه دي بتاعتك. هقول لك بقى نصيحه تانيه كمان، لما تحب بنت وتبقى مستواها الاجتماعي اعلى منك بكتير بلاش تبقى محدث قوي كده، ابقى خليك على طبيعتك، بلاش تبقى بيئه، وبلاش اشوف وشك ده تاني في الكورس ده اذا كنت اصلا معانا. ما تعدل لسانك يا بيت، انا مش قلتلك 100 مره بطلي الحركات الوسخه بتاعتك دي؟ حركات ايه يما؟ عبد الله زميلك في الكرسي جه سال عليكي هنا. اسمعي، قبل ما تغيري هدومك تكلميه وتقولي له انك ساكنه في الاميريه، وتقولي له انك بتشتغلي هنا. عيشي عيشه اهلك يا اختي. وليه اهلي ما يعيشوش عيشتي؟ بتنتي انا ما بقاش فيا حيلة، ربي فيك العمر ده كله، ما تخلينيش اتجنن عليكي يا يسرى. بس بس بالراحه كده. وهو لو انتي ما ربيتنيش مين اللي هيربيني؟ الحكومه. خش غيري هدومك وشوفي المطبخ، زمانه يضرب يقلب. لكن القرف سمير، جنان الكومباوند ده مفيش اكتر منه، والليل ما بيتسمعش فيه حد، وديني وما اعبد لو نطيت لي تاني في سكتي لكن دفنك تحت اول نخله هقابلها قدامي. لا انت عارف ان انا اوفر وعاملها. تكير بقى. سلام. الو، ايوه زي حضرتك، انا ايمان اللي بشتغل مع مدام ميرا. هي بس كانت قالت لي ان انا بلغ حضرتك ان الفستان خلص. ايوه احنا ممكن نجيبه لحضرتك في اي وقت. خلاص تديني العنوان. تحت امر حضرتك. لا ما تقلقيش هيبقى مظبوط تمام. حاضر.
مع السلامة. ايه بتبصلي كده ليه؟ لا مفيش، بس شغلك اتطور قوي. ده شغل مدام ميرا. انا بص على الارض اعرف لو ميرا عدت من هنا ولا لا، مش هعرف شغلها من شغلك. انا اسفه. اسفيش، مش هقول لها، عشان انت بنت جدع وشاطره كمان. حضرتك ما قلتليش جاي ليه؟ ابدا، كنت فاكر ان ميرا هنا. اهلا يا استاذ سيف. ازيك؟ الحمد لله. عن اذنك. مش عاوزك تجيلي الاتيليه، في ايه؟ اكيد في مصيبه. سمير كلمك؟ لا ليه؟ كلمني واكيد كلم حد تاني. وده عايز ايه بقى؟ انت بتساليني انا؟ ما انت اكيد تعرف كل حاجه. انا ما اعرفش حاجه، بس احنا لازم نتقابل النهارده بالليل. مش هينفع، عندنا مؤتمر في الفيلا. تصرفي. طب ظبطي انت مع يسرى وولاء، لازم نخلص من وجع القلب ده النهاردة. تفضل اتكلم. الو، تحت امرك عليك يا باشا. حاضر باشا، اتفضل باشا، اتفضل. رشيد باشا، انا مش عايزك تتضايق مني، انت عارف العلاقه اللي في البلد ومقدر خطوره بلاغ زي كده. عارف ومقدر ده كويس قوي. هستاذنك الانسه لينا تاني للدروس للجامع اللي في الكومباوند. ربنا يسهل. نورت. انا اذنك. اتفضل. احنا مش اتفقنا قبل كده مفيش دروس في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني ده تكليف يا بابا من ربنا، انا ما بعملش حاجة غلط. عارف، بس المرة دي الحمد لله ربنا ستر وعرفت اتصرف. عارفة ده لو ظابط رخم كان قال انك بتعملي اجتماعات سرية في البيت. احمدي ربنا ان بابا عرف يتصرف. انت تسكتي خالص، انا ما استبعدش انك تكون انت اللي بلغتي اصلا. انا اللي بلغت؟ طيب رد انت يا بابا، عشان انا لما برد انت بتزعل. خلاص ما حصلش حاجه، بتلاقي خد الشاور عشان اعصابك تهدى. خلاص. ولاء، ولاء. نعم يا رشيد بيه. بعد اذنك اطلعي طمني ماما وقولي لها مفيش حاجه حصلت. حاضر، انت تؤمر. ماما ناهد. ولاء، انت فين يا ولاء؟ انا جيت اهو، جيت عشان احضر لك الدواء. ايه اللي بيحصل تحت؟ مفيش، ده لينا وزينة بيتخانقوا كالعاده. ربنا يهديهم يا رب. هو رشيد هنا؟ ايوه موجود، وبيقول لحضرتك ما تقلقيش. ماشي. اتفضلي. الف هنا.
tout vient de l'esprit. Hein. Si tu veux, comme nous, par exemple, moi, personnellement, pour être plus performant, tu vois, des fois, je me dis, par exemple, quand j'ai envie de venir, je me dis, vas-y, je pense à autre chose. Genre, je pense à ma mère, ou pas. Là, je sais pas. عاد صباح الخير، ازاي؟ الحمد لله تمام. تفضل يا استاذ سيف، دعاوى الحفله. اي خدمه تاني؟ لا شكرا عاد. شكرا لله. ميرا يا ميرا ميرا، ايه يا سيف مالك؟ في ايه؟ الانفيتيشنز. طيب ماشي، خليهم هنا. اديله دي. يسرى خش شوفي اللي وراكي في المطبخ وغيري الهدوم دي. هو انت هتروحي الحفله دي؟ اه طبعا. انت عايز الزواج ولا ايه؟ اه يا اخي، الناس متأنزحه على الفاضي، عاملين زي السمنه النباتين كده اللي لها لا طعم ولا شمخه. ده معلش يا اختي، بقى جيرانك خلاص لازم تعرفيهم. طبعا، ما انت عايز تروح تتفرج على النسوان. هياتم عيب. فاكر لما كنا عاملين حفله هنا من فتره وكانوا عندنا وظبطوك انت وابنك وانتوا بتهجموا على البت الشغاله اللي كانت عندنا قبل ما يسرى وامها تيجي؟ ولولا الله يستروا عاكف كان زمانكم محبوسين. انت هتزيطي ولا ايه؟ انا عشان سكتلك ما انت سرقت السنتيان بتاعها. ايه ده؟ كان حلو عليها وعجبني وبعدين انا اتكبسته. اتكبستيه؟ طب اقفلي لنا السيره دي بقى. عيب عيب يا ست هياتم. ايه هياتم؟ هياتم دي اسمي فوفا يا مرعي. شت. وبعدين بقى ما تنضف شويه خلاص. تنضف؟ الله يرحم ابوك اللي ما شافش الدش غير في الضمنه. الو الو، ايه عم عاكف؟ فينك؟ كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت مغفل شويه وانا قاعد كده. طب هنعمل ايه النهارده؟ هنخلص؟ في الحفله النهارده. المؤتمر هيبتدي الساعه 9، هنخلص ان شاء الله. ماشي، على بركه الله. مع السلامه. سلام. رشيد باشا، انت كنت نايم ولا ايه؟ لسه مرعي قافل معايا التليفون دلوقتي. وايه الاخبار؟ كله تمام. الساعة 9 ان شاء الله النهارده هنخلص. المؤتمر يبدا وكله يتشغل مع فريدة واحنا نخلص ان شاء الله. الساعة 9 لازم تكون معانا الشنطة. ما تحملش هم انت بس. كله هيبقى تمام. يلا سلام. انا مش قايل لك ما تجيليش هنا؟ ايوه انا عارف ده كويس، بس في حد بيهددني بالقتل من الصبح. يا بني ادم افهم، محدش يقدر يأذيك طول ما انت معانا. لا معاكم ولا مع غيركم. ماشي سيبك بس من الحكايه دي. المهم الشنطه لازم تبقى معايا النهارده في الحفله.
حاضر. لا خلاص، كلمتي سمير ولا لسه؟ ما اعرفش، لسه ما ظهرش، مستنيه يظهر. لا بقول لك ايه، اما تكلميه بالهداوه وبالسياسه كده وبالروقان، مش عايزين فضايح. انا قلقانه قوي يا فوفي. يا حبيبتي ما تقلقيش،
كله هيعدي على خير ان شاء الله، ما تقلقيش. يا تي الموت، الجزم دي هتقطع لي رجلي. تلبسوها ازاي دي يا اختي؟ انتوا ايه اللي جابكوا بدري كده؟ احنا مش متفقين نتقابل الساعه 9؟ ما قدرتش استنى. ولا انا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل. هو كلمك؟ ايوه بس ما ردتش عليه. انا بقى رديت وهزقته في التليفون كده. انت ساكته كده ليه؟ ما تتكلمي. انا شفته النهارده الصبح. نعم يا اختي انت بتستعبطي، مش انا كنت عندك النهارده الصبح؟ هعمل لك ايه يعني؟ ما هو جالي بعد ما انت نزلتي على طول. سمير انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش هقول لك وحشتيني، بس انا بجد محتاج لك، ومفيش حد هنا اكلمه غيرك. كفايه بقى يا سمير، وبعدين لو حد من البنات شافك هتبقى مصيبة. ماشي. طب ممكن سؤال؟ انت كلمتيني النهارده من رقم برايفت الصبح؟ لا. يبقى لو لسه بتحبيني مالي عينك مني، عشان دي ممكن اخر مره تشوفيني فيها. ما بحبكش، وحتى لو اللي بتقوله ده حقيقي فلو مت حياة الناس كلها هتبقى احسن. لو سمحت يا سمير، لو شفتني النهارده اياك تقرب مني، مواضيعنا كلها لازم تتقفل. فبيانا منه ولا محنا عشان يرجع يتكلم معانا، بس لما حسبتها بالمنطق لقيت ان هو ممكن يتهدد فعلا. مين فيكم بقى اللي كلمته الصبح؟ مش انا. ولا انا. ولا انا. واكيد مش انا. متاكده؟ قصدك ايه يا رحمة؟ ولا حاجه. امال مين بقى؟ على فكره الكلام ده كله مش مهم خالص دلوقتي، ولو مات بجد تبقى مصلحه. الساعة بقت 9 الا ربع وانا سايبه الحفله تضرب تقلب. وانا اخش الحمام. انا هفضل قاعده بقى اتفرج على الحفله. مسلسل اجتماعي برضه؟ اه طبعا. مش عارف قلبي حاسس انك انت هتفاجئنا السنه دي بمسلسل كوميدي. وحياتك الاثنين مع بعض. ايه؟ انتوا الاثنين مع بعض برضه تليفون؟ الو انت فين؟ فين؟ اه شفتك جاي لك اهو. لو بلينا اتاكدوا. اهلا. طمني عليك. نورت. اتفضل. مطمنين ها؟ يا جماعه اقدم لكم الاستاذ هشام سلامه منتج المسلسل. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كنت عايزك دي. اتفضل. زينه حبيبتي.
سيبيني مع انكل عاكف شويه. خلاص ماشي. مش فاهم. ايه؟ هنخلص امتى؟ ويظهر. هو هيتنايل يظهر امتى؟ اوه بطل رغي بقى شويه. هتعرف كل حاجه في وقتها. بطل رغي. طيب فين من امتى؟ يوه ما تسيبه. تقلق صحيح؟ فبهدلتني قدامه. معلش خلاص. انت بتشرب سيجاره غور. أول مرة أحس إن أنا ما بعرفش أمثل. أنت عارف أنا بقالي قد إيه ما وقفتش قدام كاميرا؟ عارف. 3 سنين. 3 سنين يا شيخ. قولي بصراحة، المسلسل اتأجل ولا في حد هيجي بدالي؟ انت عارفه ظروف التوزيع. انا لو عليا اعمل لك بطله في المسلسل. جبتوا مين؟ فاتن فريد مش كده؟ انا قلت لك دي ظروف توزيع. ظروف توزيع. طب عشان خاطري يا شيخ بلاش تذيع الخبر ده دلوقتي. على الاقل النهارده انت شايف الناس.